السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو عندنا الكثير من الأخبار المهمة على المنتخب الوطني المغربي بعد التأهل لكأس العالم، بحيث غادي نتعرفوا على جديد الحالة الصحية للحارس ياسين بونو، وغنهضروا أيضا على المدرب واحد خليلو والكثير من التفاصيل العاجلة. ونبدأ أولا مع الحارس ياسين بونو، فبعد الإصابة اللي تعرض لها البارحة على مرتين على مستوى الرأس واللي فقد فيها التوازن ديالو على أرضية الملعب، خرج عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام وطمأن الجمهور المغربي وقال بالحرف: شكرا لكم على كل رسائل وهنيئا لجميع المغاربة على التأهل. المغرب سيكون متواجدا في قطر، وطبعا كان متواجد معه الأب والأم ديالو، والحمد لله حاليا راه الحالة ديالو مستقرة، وهذا الشيء اللي أكدو الطبيب ديالو أن إصابته لا تدعو للقلق، وقريبا غادي يخرج من المستشفى إن شاء الله. وأيضا حسب بروتوكول فيفا العلاجي، ياسين بونو غادي ياخذ راحة لأسبوع كامل، وهذا أوتوماتيكيا غادي يخليه يغيب على مباراة فريق إشبيليا اللي غادي تكون يوم الأحد ضد برشلونة. أيضا اليوم المدرب واحد خليلو زار ياسين بونو للاطمئنان على حالته الصحيه، وكان مع طبيب المنتخب المغربي. وعلى ذكر واحد خليلو، فغادي ياخذ منحه ديال 200 مليون سنتيم بعد تاهل المنتخب الوطني المغربي. اما الناس اللي كتسول على قرار ديال الجامعه واش غادي يكمل مع المنتخب او ستتم اقالته، فمازال ما كاين حتى شي جديد في هذا الموضوع. وانا شخصيا باقي كنطالب باقاله واحد خليلو، لان هذا التاهل لكاس العالم راه عادي جدا، راه المدرب ما دارش شي انجاز كبير. فلجينا نشوفوا مسار ديال المنتخب الوطني المغربي في اقصائيات كاس العالم، غادي او كاع المنتخبات اللي لعبنا ضدها ماشي منتخبات كبار، زائد الاقصائيات كامله كانت في المغرب، اضافه الى مباراه السد. طحنا مع اضعف منتخب اللي هو الكونغو الديمقراطيه، يعني العادي والمنطقي هو تاهل المغرب للمونديال. ايضا شفنا امين حارس هنأ المنتخب المغربي عبر تغريده في حسابه الرسمي في تويتر، وكتب فيها: الف مبروك ايها الاخوه. نصر مزراوي ايضا هنأ المنتخب المغربي، وكما عارفين كامل راه معتزلش، فقط هو عنده مشكله مع المدرب خليلو. نادي برشلونه ايضا عبر تويتر هنأ عبد الصمد الزلزولي، بحيث قالوا حرفيا: من برشلونة الى الدار البيضاء، الف مبروك لاسد الاطلس عبد الصمد الزلزولي، بالتوفيق في بقية مشوارك مع المنتخب المغربي، نتطلع لرؤيتك في كأس العالم قطر 2022. ايضا سفيان بوفيل بعد التأهل صرح وقال: بغيت نشكر الجمهور اللي كان معنا من الاول حتى الاخر، فرحان بزاف حيت فرحنا الجمهور المغربي وغنزيدو نفرحوهم في كأس العالم. اما عن قرعة المونديال، غادي تكون يوم الجمعة القادم في قطر، والمنتخب المغربي جاء في القبعة الثالثة: السنغال، ايران، اليابان، صربيا، بولونيا، كوريا الجنوبية، كندا أو تونس. وطبعا ما نتمنى كمغاربة هي القرعة تكون رحيمة معنا هاد المرة، على الأقل ندوزو غير الدور الثاني، وتكون المشاركة ديالنا مشرفة وإيجابية إن شاء الله. وخير الكلام ما قل ودل. وفي الختام كيبقى رأي ديالكم، وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله، ومع السلامة.